طلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أصبعي عبد الرحمن الحماوي رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد والمدعي بالحق المدني على أحد الشهداء ثورة 25 يناير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سيد الرئيس إنني أطالبكم وبحق وكما يلقبوني بمحامي شعب مصر وشعب الثورة أطالبكم بحق في قضاء العية وإنزال مواد الاتهام التالية بقرار الاتهام وهي المادة 102 من قانون العقوبات فقرة به المتعلقة باستعمال المتفرقعات ضد المتظاهرين السلميين ماتوا وسطنا متظاهرين في التحرير وفي ميادين الإسكندرية والسويس متظاهرين سلميين ماتوا بمفرقعات لا يجوز استخدامها وأيضا نص المادة 375 من قانون العقوبات مقرر و375 مقرر واحد وهي آخر مواد قانون العقوبات وهي متعلقة بالترويع والتخويف والبلطجة استعمل ضد المظاهرين السلميين في هذه الثورة العظيمة استخدم فيها ترويع وبلطجة قتل فيها الكثير فتحت السجون الله أكبر أن تطبقوا مواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام وتصدوا المادة 11 لهذه المواد أيضا فضع نص المادة 105 مقرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال الوظيفي لوزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي الذي انصاع بناء على توصية من الرئيس المخلوع سيادتك كما قالت المحكمة طلباتكم مكتوبة وأخيرا من فضل سيادتك وأخيرا الانضمام للنيابة العامة فيما أوردته بغير صحيح وتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين ليسجل لهم التاريخ ذلك ويكون عبرة لدينا يا أستاذ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نفس المعنى ونفس الحروف عن الله عز وجل قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الصوم عبادة والقصاص عبادة بنص القرآن فنحن في حالة عبادة طلبات سيادتك يعدل الحاضر عن 32 من الشهداء والمصابين بثورة 25 يناير طلباته بالاكتفاء بمبلغ 50,001 عن كل شهيد على حدة ومبلغ 10,001 عن كل مصاب على حدة وذلك سيادتك عديت الطلبات دي قبل كده في المحكمة فندم سيادتك عديت الطلبات دي ده تعديل يا فندم ده سابقة طب معدلة ده تعديل سابق سددت الرسم حضرتك سددنا يا فندم عن الرسم السابق ونطلب التصريح لنا بالسداد عن سددت الرسم نعم عن المستشار عن المستجد عن المستجد لم نسدد بعد سدد الرسم سيادتك عشان لك صفه في الحضور عن سددنا عننا حضرتك في المستجد سيادتك المستجد وعد بسداد الرسم لك طب هذا سيادتك الا وليه تفصيل وسند قانوني باختصار شديد واحد توافر حاله الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجناية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق مع جميع الجنايات
المتهم فيها الفاعلين الاصليين على مستوى الجمهوريه. انا كمحكمه ما اقدرش ان انا احدد المسؤوليه الجنائيه لمشتركين بالتحريض وبالمساعده الا اذا اولا هذا الطلب الثاني برضو بتوسيع دائره الاتهام بحيث تشمل كل من اشترك في قتل الثوار السلميين ولطخ يده بدمائهم وهم على سبيل الحصر. احمد نظيف خلاص ها ايه تاني؟ سيب ميكروفون لاخر، سيب ميكروفون لطلب اكسل. شكرا يا طلبات، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز محمد.